الصراع اللي بواقعية أحداثه بيفرض نفسه على المشهد العالمي، ألا وهو الصراع الصهيوني أو العربي الصهيوني في المنطقة، وتحديدا هذه الجولة الأخيرة واللي بدأت من يوم 7 أكتوبر 23 وحتى هذه اللحظة. هاخد ده وكأنه مدخل لكيفية إدارة الصراعات في المنطقة حتى لا يتحول الأمر لحرب إقليمية شاملة. شوف، أي صراع في الدنيا وبالذات في المرحلة الحالية له أطراف داخلية مباشرة. هنقول مثلا في الحالة بتاعتنا دي إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الفلسطينية. حلو. في أطراف إقليمية مساندة لهذا الطرف أو ذاك، ثم في أطراف دولية ممكن يبقى ليها هي الدور المتحكم. ليه بقول كده؟ يعني ناخد أي صراع، لو كان صراع عسكري في فلوس، في ذخائر، في سلاح. يعني حد يقول لي الحرب اللي في السودان من يوم 15 إبريل 23، مين بيدفع مرتبات الجنود على الطرفين؟ الذخائر. إذن هي مش بس صراع بين أطراف داخلية، في أطراف إقليمية ودولية بتزود. إسرائيل ما كان يمكن لها أن تستمر في الحرب لولا ذخائر وأسلحة. طبعا نفس الشيء أوكرانيا. إذن أنت عندك أطراف بيبقى ليها مصلحة في استمرار الصراع. عشان كده بيتقال إنه يعني إسرائيل تدير الصراع ولا تسعى لحل الصراع. حل الصراع معناه البحث عن حلول سياسية مقبولة لأطرافه. عايزين نفتكر كلنا أستاذ يوسف إنه إحنا من سنة 1917 في هذا الحرب، يعني كان في ثورة البراق، الحوادث واضطرابات البراق سنة 28، عندنا ثورة 36، عندنا حرب 47-48، عندنا بقى نضال الفلسطينيين على مدى السنين دي كلها. أهو دي إدارة الصراع، إنك تحصل انفجار، عندك الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الثانية، تعمل إجراءات تهدئة وتطمين، لكن مش إجراءات حل. الحل هو إعطاء الحقوق القومية المشروعة للفلسطينيين، اللي هي دلوقتي بتعبير الأمم المتحدة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود المحتلة من يونيو 67 في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. في ده يعني السياسة هي اللي توفر الأمن. عمر ما الانتصار العسكري في حد ذاته أو القوة العسكرية لوحدها توفر الأمن. يعني في التعريف القديم قوي، الحرب هي استمرار للسياسة والدبلوماسية، ولكن بطرق أخرى. الحرب لا تشن كهدف في حد ذاته، إنما الحرب تشن لخلق مناخ سياسي يسمح بالحل. فالحرب هي المدخل للتفاوض. مظبوط كده. والحرب إذا اتفهمت زي حرب 73 غيرت المعادلة العسكرية والمعادلة السياسية والمعادلة النفسية، سمحت للأطراف مع وجود وسطاء إن هم يقعدوا يتكلموا يتفاوضوا يوصلوا لحل. يعني يمكن الشيء الإيجابي الرئيسي مما حدث في الأحداث الأخيرة دي، طبعا في أشياء إيجابية كثيرة وفي أشياء مأساوية كثيرة، لكن الشيء الإيجابي مثلا أولا قدرة المقاومة على الصمود. النهاردة احنا اليوم 106-107، وحتى النهاردة رشقات صاروخية من قطاع غزة، وحتى الآن حتى في الشمال التي ادعت إسرائيل أنها سيطرت عليه ما زال هناك أعمال مقاومة. والنهاردة
يعني اتقال اسرائيل هتسحب بعض جيوشها، اسرائيل دخلت المرحله الثالثه اللي هتخف في حده القتال، ما حصلش. بل بالعكس، النهارده برضو كان في تصريح لوزير الدفاع بتاعهم ان هتشتد الغارات الجويه في خان يونس. فالايجابيه الثانيه الجباره اعاده قضيه فلسطين على جدول اعمال العرب والعالم. طب هل يا دكتور اقدر اوصف هذه الحرب الدائره حاليا بانها حرب اللا خاسر اللا رابح اللا مهزوم اللا منتصر؟ الارجح تنتهي بهذا الشكل. يعني بتعرف ده تعبير عند اللبنانيين، يعني لا يعني لا 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 كاسب ولا مهزوم يعني. واللي هو اتقال بالانجليزي سامح لك وين وين. يعني عايز اخرج. ما هو لما تحصل حرب وطرف ينتصر على الطرف الثاني باكتساح، المنتصر في هذه الحاله لم يعد لديه سبب للتفاوض، او اذا تفاوض ما تبقاش مفاوضه، هي فرض شروط الاستسلام. ده اللي حدث بين امريكا والمانيا وبين امريكا واليابان سنة 45، زي ما حصل في نهاية الحرب العالمية الأولى. مظبوط كده، إن هو قاملوا شروطهم على ألمانيا. بالظبط كده، وعلى الدولة العثمانية وفككوها وبهدلوها يعني، وعلى الإمبراطورية النمساوية المجرية إلى آخره. فدي أنا عايز أقول بقى حاجة، لما أنت بتملي شروطك إذا لم تكن شروطا عادلة، أنت بتضع البذور للحرب القادمة. وده اللي حصل. هتلر ما جاش الحكم انقلاب، هتلر جاء في انتخابات شعبية حرة عام 1933، حتى أصبح مستشار ألماني. مظبوط كده، خلاص بقى لما وصل للحكم راح حارق البرلمان وكذا 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 وكذا. إنما أنت لم إملاء الشروط هو غرس للكراهية وللحقد لدى الأجيال الجديدة، وده اللي حصل على مدى التاريخ. ما انت اسرائيل بعيدا انتصرت في حرب 47-48 لاسباب مش هنخش في تفاصيلها، انما انتصرت وفرضت وجودها وتوسعت في الاراضي اللي كانت مخصصه ليها. كان مخصص لها يا استاذ يوسف حسب قرار التقسيم حوالي 54% من ارض فلسطين. الحرب انتهت وهي مسيطره على 78% من ارض فلسطين. يعني انتصر، مفيش كلام في هذا، اصبح في فرض امر واقع ودخلت الامم المتحده الى اخره. طب هل ادى هذا الى انتهاء الصراع؟ لا، الصراع خمد. بعد كده مجموعه فلسطين كانوا عايشين في الكويت بداوا يتكلموا على انشاء فتح. وفي سنه 66 67 68 بعد حرب 67 ظهرت فتح وعملت اول عمليه كبيره لها كانت الكرامه. لما رفعوا علم فلسطين على احدى الاماكن. طب اخمدتها او سكتت. طب حصل ايه بعد كده؟ حصل حرب 73، حصل بعد كده الانتفاضات المختلفه. يعني لا يمكن للجيوش ان تفرض سلاما غير عادل.